ايه ده؟ العلبة دي ايه؟ طيب علبة؟ مربع؟ استني، احنا شفنا الحلقة بتاعت الفيديو اللي فات، احنا عرفنا ده مجسم منتظم زي الفل. وليه اسم بقى؟ يبقى انا مبدئيا اقول ان الصنف ده مجسم منتظم، وبعد كده اسمي بقى. يعني ايه؟ هو انا مش لما بشوف قدامي بني ادم الاول بقول هو ايه؟ يعني بنت ولا ولد؟ اوكي قلنا انها بنت، نسمي بقى، نقول اسمها ايه؟ سعاد، ريهام، ابتسام، ايه؟ حلو. فالاول خالص ايه صنف ده؟ مجسم منتظم. طيب ممكن نديله اسم؟ اسمه مكعب. ايه الميزه اللي فيه؟ كل حاجه فيه قد بعضها، عنده 6 وشوش، ودي حاجات انتوا عارفينها من زمان، بنقول عليها 6 اوجه، و8 رؤوس، و12 حرف. والوش الواحد زي الغطا كده مثلا على هيئه مربع، فمحدش يقول على علبه دي طالما هتاخد جواها حشو مربع، هي مكعب. السلام عليكم، معاكم مسرشة أحمد على قناتكم بيزا فيرست، خليك الأول. النهاردة هناخد الدرس الخامس في الوحدة الثالثة اللي بيتكلم عن حجم مكعب، وهنعرف يعني إيه مكعب وإيه خواصه وإزاي نجيب حجمه وطول الحرف بتاعه وحاجة كفاية كده. يلا مبدئيا كده، يعني ايه مكعب؟ قال لك في الرياضه المكعب هو متوازي مستطيلات ابعاده الثلاثه متساويه في الطول. طيب ممكن ترجع للحلقه اللي فاتت على طول، درس حجم متوازي مستطيلات، تعرف ان متوازي المستطيلات لطول وعرض وارتفاع 3 ابعاد عشان يبقى مجسم ضخم كده ونعرف نحط جواه حاجات او يبقى علبه. تمام كده لحضرتك، لو خدت الابعاد الثلاثه الطول والعرض والارتفاع وجبت كده ايه بالمنشار وديتهم للنجار وقعد خد حته من هنا وحته من هنا وخلاهم كلهم قد بعض، خلاص بقى مش هقول عليهم طول وعرض وارتفاع، هم لسه بنفس الاسماء، بس انا اقدر اقول عليهم خلاص طول الحرف لان كلهم هيبقوا متساوي. اذا تساووا كلهم الشكل اتغير، ما بقتش العلبه كده مستطيله متوازي مستطيلات، لا ضمت شويه وبقت مكعبه، فبقى مكعب. عشان كده تعريف المكعب بالنسبه له ان هو متوازي مستطيلات ابعاده 3 متساويه في الطول. دي اول حاجه. تاني حاجة، ايه خواص المكعب؟ لما كنت ماسكة في ايدي العلبة المكعبة، ايه خواصها؟ يعني شكلها ليها ايه؟ عندها ايه؟ طب الحاجات دي احنا واخدينها من تانية ابتدائي، حضرتك كنت عارف ان هو عنده 6 8 12، 6 8 12، 6 اوجه 8 رؤوس 12 حرف، دول حافظهم من وانت في تانية ابتدائي. زودنا عليهم كمان ان ليه 3 ابعاد اللي انا لسه حكي عنهم حالا، اللي هم طول وعرض وارتفاع. تمام كده؟ طيب الاوجه بتاعته، تعالوا نشوف الاوجه بتاعته. ممكن تقول لنا على مكعب سهل كده نفهم احنا بنقول ايه؟ ممكن. بص على اوضتك اللي حواليك، لو اوضتك السقف بتاعها مربع الشكل كده فاوضتك اسمها مكعب. الاوضه اللي انا قاعد فيها؟ ايوه. بص حضرتك عندك كام حيطه؟ 1 2 3 4، جميل. سقف وارضيه يبقى كده كام؟ 6. يبقى دول 6 اوجه وكلهم متساويين في المساحة لأن هما الواحدة منهم على هيئة مربع، ولذلك إحنا مش عايزين نفصل المكعب عن المربع. المربع لو أنا جبت 6 مربعات، 6 خشبات على هيئة مربع ومسمرتهم من الجناب مع بعض هيعملوا لي العلبة المكعبة. تمام كده؟ طيب حضرتك عندك علبة في إيدك أو أستيكة مربعة أو مكعبة الشكل، عد الرؤوس بتاعتها هتلاقيها 8. عنده 12 حرف اللي هو التقاء كل خشبة مع التانية عشان نعمل الصندوق ده، وعنده 3 ابعاد اللي هم طول وعرض وارتفاع، ودول معناهم ان هم متساويين في الطول. دي بالنسبه للخواص وانت عارفها قبل كده. طيب بالنسبه بقى لحجمه، وده الجديد وده بقى الكلام اللي احنا اول مره نقوله، حجم المكعب قال لك هو عليك بس ان انت تعرف طول الحرف بتاعه ايه، طول الضلع يعني. فحجم المكعب ده قانون حضرتك هتبتدي تمشي عليه وتحفظه. حجم مكعب بيقول طول الحرف في نفسه في نفسه. احنا خدناه قبل كده؟ لا ثانية واحدة أوضح لك. خدت مساحة مربع طول الحرف في نفسه بس، بنكتب كلمة نفسه مرة واحدة بس مفيش دي. خدت حجم مكعب في العلوم طول الحرف في نفسه في نفسه عشان يبقوا 3، زي ما قلنا بنحط الوحدات كلها بالمكعب عليها ايه؟ رقم 3. تمام كده؟ تعال نشوف مثال على الكلام ده وازاي نجيب حجم. بص يا حبيبي الحجم ده معناه ايه؟ حضرتك هتجيب كومودينو على هيئة مكعب، بس عايز تعرف هو ياخد كام بلاطه في الارض؟ لو انت عايز تعرف هو ياخد كام بلاطه في الارض انت تجيب مساحته. لا انت عايز تعرف هو ياخد كام بلاطه من الارض، وهياخد كام من حجم الفراغ بتاع الاوضه، وهياخد قد ايه علو من الحيطه، عشان كده ده اسمه حجم، وهقدر احط جواه حاجات قد ايه لحد ما تملاه واقفله. طيب مفتاح سر المكعب
مفتاحه هو طول الحرف. يبقى حضرتك انا لو عندي علبه مكعبه بالشكل ده كده عايزه افتحها، شفت العلبه البسيطه دي، عايزين نفتحها، ايه هو المفتاح اللي يفتح العلبه دي؟ اسمه طول الحرف. طول ما طول الحرف عندك انت في امان، لانك تطبق القانون ودي سهوله الرياضه. اما لو طول الحرف مش عندي هوريك دلوقتي هنعمل ايه. تعال ناخد المثال البسيط ده، اوجد حجم مكعب طول حرفه 3 سنتيمتر. حضرتك ثانيه واحده، طول الحرف كام؟ 3 سنتيمتر، سنتيمتر بس، مش انت قلتي مكعب؟ لا، المكعب دي هنحطها في الاخر بعد ما نجيب الحجم. طيب حضرتك لازم تكتب القانون، تكتب لي حجم مكعب يساوي طول الحرف في نفسه في نفسه، خلاص انا مش هكتبه، وتطبق تحت القانون. يبقى كده حجم المكعب هيساوي 3 في 3 في 3 بتساوي 27 سنتيمتر مكعب. دي اللي لازم يتحط عليها ايه؟ التلاتة. يلا بينا نحل تمارين مختلفة على حجم الايه؟ المكعب. قلنا لو طول الضلع موجود او طول الحرف، على فكرة كلمة طول الضلع هي طول الحرف، هقول له طول الحرف في نفسه في نفسه وهضربهم في بعض 3 مرات وهعوض، مش في 3، 3 مرات، يعني 5 في 5 في 5، 2 في 2 في 2 وهكذا، مش في العدد 3 وهجيبه على طول الحجم. لكن لو طول الحرف مش موجود انا كده واقعه في مشكله. تعالوا نشوف. اول مثال بيقول اذا كان مجموع اطوال احرف المكعب 60، عايز حجمه. مجموع اطوال احرف المكعب 60. طيب هو المكعب من خواصه عنده كم حرف؟ تمام 12. يبقى انا لو انا وزعت ال 60 دي على ال 12 لان هم متساويين في الطول هجيب طول الحرف الواحد. يبقى دي اول فكره عندي، لو هو قال لي مجموع اطوال الاحرف هقوم ماسكه قسمه على ال 12، هقول له دلوقتي طول الحرف هيساوي، طول الحرف يساوي 60 على ال 12 هيساوي 5 سنتيمتر، وسنتيمتر ساده انت بتجيب طول حرف لسه ما جبتش حد. بعد كده قفشنا طول الحرف، طالما طول الحرف بقى في ايدك خلص الموضوع. يلا حجم مكعب، تمام طول الحرف في نفسه في نفسه، بعد طبعا ما حضرتك هتكتب القانون هتقول له ان حجم المكعب بيساوي 5 في 5 في 5، واوعى مش 5 في 3، 5 في 5 في 5، تمام؟ يبقى الكلام دوت والاله هتساعدنا ب 125 سنتيمتر مكعب، وحطيت عليها التكعيب لان انا بجيب حجم. السؤال اللي بعده بيقول لك هات حجم مكعب اذا كان محيط احد اوجهه 24 سنتي. ايه ده؟ وانت عايز ايه؟ انا عايز طول الحرف يا ميس عشان اعرف اشتغل. جميل، امشي معايا واحده واحده. محيط احد اوجهه هو وجه المكعب، الحيطه الواحده، الوش الواحد، شكله ايه؟ عباره عن ايه؟ تمام اشكرك، مربع. يبقى انا هتعامل مع كلمه محيط احد اوجهه دي على انها محيط مربع. ده كده جميل. طب هو لما بيديني محيط مربع انا بجيب طول الضلع ازاي يا اولاد؟ تمام، بقسم على الاربعه لان انا عندي محيط المربع بيساوي طول الضلع في اربعه. يبقى انا اول ما اشوف كلمه محيط قاعدته، محيط احد اوجهه، بس المهم يكون قاعده واحده او وجه واحد، اقسم على ايه فورا؟ على الاربعه، واتعامل مع ده على انه مربع. يبقى انا كده هجيب طول الحرف واجي هنا واقول له طول الحرف يساوي 24 على الاربعه، يبقى ب 6 سنتيمتر، سنتيمتر بس. بعدين اكتب قانون الحجم واقول له حجم مكعب بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه، ونكتب دايما القوانين، انا هنا ما بكتبش عشان الوقت والمساحه. خلاص؟ واجي اقول له 6 في 6 في 6. ويطلع الكلام ده ب 216 سنتيمتر مكعب. اول ما جبت طول الحرف المساله خلصت. الفكره اللي بعديها. هات حجم مكعب اذا كان مساحه قاعدته 49. انت عايزه ايه برضو؟ طول الحرف. يا دي الغلبة، امشي معايا واحدة واحدة. أنا مش لسه قايلة لك إن القاعدة أو الوش بتاعه أو الوجه بتاعه على هيئة مربع؟ جميل، يبقى هو ما يقول لك مساحة قاعدته يبقى هو بيقول لك مساحة مربع، كده حلو. طيب هي مساحة المربع بتساوي إيه يا ولاد؟ طول الضلع في نفسه، برافو. بطريقة الصغيرين نقول كده، كم في كم توأم ب 49؟ كم في كم توائم زي بعض ب 49؟ آه 7 في 7، يبقى طول الحرف بقى كام دلوقتي؟ 7. وبطريقه الكبار عندي طريقه تريحك، ولا تقعد تسال نفسك كام في كام ولا الحوار ده. حط حاجه اسمها الجذر على الاله، الجذر العادي، دوس زرار الجذر واكتب تحتيه 49، الجذر هيجاوب لك على كام في كام، الرقمين اللي زي بعض بالظبط واتضربوا في بعض ادولك المساحه، فهيقول لك 7، يبقى طول الحرف 7. يبقى انا لو لقيت مساحه، مساحه وجه واحد بس، هحط ايه؟ تحت الجذر. يبقى طول الحرف هقول له طول الحرف يساوي
وحط 49 تحت الجذر، مش عارف تعمل علامه الجذر، مش عايز تكتبها، اكتب على طول من طول الحرف بيساوي 7 اللي الاله قالته لك. تمام. بعد كده طبق قانون الحجم بعد ما تكون كتبته طبعا، وهتقول له ان الحجم هيساوي 7 في 7 في 7 ب 343 سنتيمتر مكعب. جميل. طيب يلا نشوف ايه فكره الامتحان دي. بص، الافكار اللي زي دي عاده بتاخدوها ليله الامتحان، لكن معايا هنا بيزا فيرست لا، لازم تاخدها من دلوقتي علشان تكون متدرب عليها، علشان تقدر تحلها بسهوله في الامتحان. الفكره لما بتتاخد ليله الامتحان انا ما بقدرش استوعبها بسرعه، وبالتالي ما بطبقهاش صح. الفكره بتقول ايه؟ انا عندي مكعب مجموع مساحات اوجهه 54 سنتيمتر مربع، اوجد حجمه او احسب حجمه. طب ما انت لسه قايله مساحه وجه نحط تحت الجذر نجيب طول الحرف. لا ثانيه، ده وجه واحد، لكن هنا بيقول لك مجموع مساحات اوجهه. خد بالك من الحته دي، مجموع مساحات اوجهه. بص بقى انا هعمل ايه دلوقتي. الاول انا هجيب مساحه وجه، هو عنده كام وجه؟ برافو، هو عنده 6 اوجه. يبقى انا الاول هجيب له مساحه وجه، ودي مساله مش درجه، يعني ما بتجيش كتير وانت بتحل، عشان كده احنا بنوفرها للاخر. وعشان ايه؟ ما نعرفها من دلوقتي. انا الاول اجيب لك مساحه وجه، يبقى انا هزود خطوه عن المساله دي، هزود خطوه عن المساله دي، انا اللي هجيب مساحه الوجه. فهقول له مساحه الوجه هتساوي مجموع المساحات 54 على الستة. جبتي منين الستة دي؟ نفسي اعرف عدد الاوجه بتاعت المكعب، من حفظك لخواص المكعب. حلو. الكلام ده هيدينا كام؟ 9 سنتيمتر مربع. انت لسه بتجيب مساحه وجه، الحته دي في المساله بقت هي المساله دي. خلاص دلوقتي بقى عندك مساحه وجه، خلاص بقى عندي مساحه وجه، يعني بقى عندي مساحه مربع، يعني اقدر اجزر اجيب طول الحرف. فاقول له طول الحرف بيساوي، طول الحرف بيساوي 9 تحت الجذر التربيعي، يعني كام في كام ب 9؟ 3 سنتي. حلو الكلام. وبعد كده طبق قانون الحجم، يبقى الحجم هيساوي 3 في 3 في 3 ب 27 سنتيمتر مكعب. حلوه الفكره دي. تمام. وتعالى شوف الفكره اللي بعدها. مكعب حجمه 512 سنتيمتر مكعب. ايه ده؟ الراجل الطيب ده هو مديني الحجم وكمان حاطط التكعيب، يعني هو حللها ولا ايه؟ اوجد طول الحرف ومساحته. شوف، هو انت معقول هتجيب حجم وهو جايب حجم؟ لا. طب ايه الحل؟ طب اكتب قانون الحجم يا مس، حجم المكعب بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه، ما وصلتش لحاجه برضه. طب لو عملنا كده 512 تساوي كام في كام في كام زي بعض؟ بص بقى، الموضوع ده ليه تحليل زي تحليل العوامل الاوليه، او ليه ان حضرتك تكون حافظ ان انا حفظك، لان زمان شويه كانش لسه بنستخدم الالات الكاسيو، كنا بنحفظ الولاد. احفظ يا حبيبي، 2 في 2 في 2 يبقى ده 8، يبقى لما يجيب لك ال 8 يبقى طول حرف 2، 3 في 3 في 3 احفظها دي ب 27، وهكذا. طب دلوقتي العمليه بقت اسهل 100 مره. شفت الزرار بتاع الجذر اللي انت دوست عليه من شويه في المسائل دي؟ شفته صح؟ انا عندي زرار تاني بقى في الايه، في الاله، هعمل فيه ايه؟ عندي زرار فوق اسمه شيفت، كده مكتوب عليه شيفت. هدوس على الزرار ده وبعدين هدوس على زرار الجذر العادي، هيظهر لي الجذر ده على الاله، هيظهر لي علامه عامله كده على الاله، وهيكتب فوقها 3 كده، وده اسمه جذر تكعيبي، يعني بيجيب كام في كام في كام اتضرب 3 مرات عشان يجيب الحجم. تمام كده. انت هتحط لي رقم الحجم هنا، فهتحط رقم الحجم كده هنا، هيديك هو ايه؟ طول الحرف. تعال نشوف الكلام ده. طول الحرف ميس، انا مش عارفه اعمل علامه الجذر دي بالعربي بقى، ما انت هتعكس العلامه، ما هو بص هو بالانجليزي ازاي، انت بتعكس علامه الجذر وتحط هنا 512، مش عارفه اكتب دي على الورقه، ما تكتبهاش، اكتب لي طول الحرف على طول وشوف هو هيقول لك ايه، ان هو ب 8 سنتي. خلاص انا عرفت يا ميس هعمل ايه بعد كده. حقيقه انا عرفت، 8 في 8 في 8 يا لهوي. هنرجع لل 512 تاني ويبقى ما عملناش حاجه، وتبقى ويت 80 يا جحا، معقوله؟ لا مش ممكن، حقيقي مش مصدقاك. ما يا ميس بكل مره بجيب طول الحرف بقوم جايبه ضربه وتاوه في نفسه، ما ينفعش. هي احنا بنلعب بلي مسافات طويله؟ لا، اذا كان هو انا لو ضربت 8 في 8 في 8 تاني ال 512 جت. طب انا هعمل ايه بقى؟ حضرتك ركز شويه، شوف هو طالب منك ايه؟ طالب منك طول الحرف 8 وده جبته، طالب منك مساحته، مساحه وجه، يعني مساحه وجه، مساحه وجه فيه يعني مساحه ايه؟ مربع. طب ادي مساحه وجه،
مساحة وجه. حضرتك اعمل كده على كلمة وجه واكتب عليها مربع، مساحة المربع بتساوي ايه؟ أيوة، طول الحرف اللي هي هي كلمة طول الضلع في نفسه. مرة واحدة بس، يبقى دي 8 في 8 ب 64 سنتيمتر مربع. انت بتجيب مساحة. ممكن يطلب منك محيط وجه، وهنا مش طالب. محيط وجه يعني محيط ايه؟ تمام، يعني محيط مربع. يبقى طول الضلع في كام؟ في 4. يبقى اقول له 8 في 4 ب 32، لكن مستحيل يطلب بحجم تاني، ابقى ما عملتش حاجه. يبقى هو حللها وانا بحلها؟ مش معقول. يلا مفاتيح. ايه المفاتيح دي؟ يلا مفتاح اي مكعب عشان نحله. احنا قلنا لو طول الحرف عندي امين هنضربه في نفسه في نفسه وخلصت المساله. لو مش عندي اعمل ايه؟ بص كويس على المخطوطه دي كده. مفتاح المكعب هو طول الحرف. طول ما انت عندك طول الحرف انت في امان. لو اداني محيط وجه هقسم على 4، لو اداني مساحه وجه هجزر جزر العادي اللي هو الجزر التربيعي، لو اداني الحجم هجزر الجزر التكعيبي اللي هو فوقيه رقم 3. خدوا بالكم يا اولاد ان الجزر التربيعي ما بيبقاش فوقيه رقم، هو المفروض بيتحط فوقيه رقم 2 بس احنا ما بنكتبهاش، لكن الجزر التكعيبي بيبقى فيه الرقم ايه؟ 3. طب اداني مجموع اطوال احرفه هقسم على 12. طول ما انت عندك المفاتيح دي مفيش اي مساله في المكعب هتقف معاك. دلوقتي كنت معاكم واديت لكم حجم المكعب وقلت لكم كل الافكار اللي فيه، حتى الافكار الصعبه اللي ممكن نستنى عليها لوقت الامتحان. اي حاجه مش فاهمها سيبها في التعليقات، وما تنساش اللايك، واي سؤال عايز تسالني عليه حطولي في التعليق وانا هرد عليه. واشوفكم الحصه الجايه.